كيف ترى دعوة السيد الحكيم حول منصب رئيس البرلمان، وهل ستلاقي تفاعلا سياسيا بعد العيد؟ نعم، هي دعوة لا ضير فيها، لكن أنا كنت أتمنى من سماحة السيد الحكيم أن يأتي إلى خطبته في هذا اليوم ويزف البشرى للشعب العراقي من أنه هذه المشكلة قد حسمت، وأن هذا الموضوع قد انتهى، وأن هنالك لربما خارطة طريق من الممكن أن يتم بموجبها اختيار رئيس للبرلمان. أعتقد أنه الكلام كان كلاما سياسيا ولا يعول عليه بشكل كبير جدا، لا توجد هنالك رؤية مشتركة ما بين الإطار التنسيقي والمكون السني للخروج من هذه الأزمة. حقيقة الإطار التنسيقي يتحمل العبء الأكبر والجزء الأكبر من حل هذه المشكلة، على اعتبار أنه هو الكتلة الأكبر والأب للعملية السياسية، فكان من الأولى والأجدى والأجدر أن يسارع في حل هذه المشكلة من خلال وصول السيد سالم العيساوي عندما وصل قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مطرقة رئيس مجلس النواب. لا سيدتي، الأنكى من ذلك أنه هنالك دعوة من قبل رئيس أحد الكتل السياسية الكبيرة داخل الإطار التنسيقي ومطالبته بانتخابات مبكرة. هذا الكلام يعني أعتقد لا قيمة له، وهذا الكلام يعني توقيته غير صحيح، وأعتقد أنه ينم عن عدم وجود رؤية سياسية واضحة قادرة على قيادة البلد في المرحلة القادمة بشكل سليم. نعم، يعني دكتور برأيك حتى بعد هذه الدعوات ودعوات كهذه سيبقى المنصب شاغرا ولن نشهد أي تغير في هذا الموضوع تحديدا؟ يعني هو هنالك بعض التسريبات تقول أنه الأخوة في المكون السني لربما سوف يكون هنالك يعني خارطة طريق ما بعد العيد، وأن يكون هنالك تفاهمات أو موجودة تفاهمات لربما الآن ما بين الكتل السياسية. هسه هذا الموضوع مدى دقته لا نستطيع أن نحدد، لكن هو هنالك كلام وهنالك تسريبات صدرت من داخل المكون السني على أن يكون هنالك تعجيل في الخطوات من أجل إنهاء حالة الفراغ التشريعي الموجود في الدولة العراقية، لأننا بدون رئيس مجلس النواب العراقي العملية السياسية يعاب عليها من قبل أبناء الداخل والإقليم والمجتمع الدولي، على اعتبار أنه العملية السياسية الآن هي غير ناضجة، فبالتالي ندعو الكتل السياسية إلى أن تتعجل في خطواتها وأن تسارع في تضييق الفجوات ما بين الكتل السياسية للوصول إلى رؤية مشتركة. من خلال هذه الرؤية من الممكن أن نختار شخصية، والشخصيات موجودة في المكون السني وكثيرة جدا، لكن مشكلة الامتيازات والحوافز وصناعة القاعدة الجماهيرية بعد الوصول إلى رئاسة مجلس النواب هو هذا الهاجس الأكبر الذي يؤرق الكتل والشخصيات السياسية في المكون السني.